حياته او عن طريق فنه. عمرنا ما هننساه ابدا، لان طيبه زي ما بيقولوا عايش بينا، وبيشرفني ان يكون معايا دلوقتي حبيبته وواحده من حبيباته او اسرته، يعني معايا بنته لميس احمد راتب. يا لميس اهلا، ازاي حضرتك؟ شو اخبارك؟ شرفتيني وانستيني. ميرسي. لا ده شرف ليا انا والله بجد. عايزه اقول لك سبحان الله، انا شفت لميا والتقيت بيها مرتين تقريبا، ولبنى اعتقد شفتها بس من خلال صور يعني، وماما طبعا شفتها ربنا يخليها لكم، ربنا يخليك. لكن مش عارفه ليه انتي فيكي شبه اكتر يعني، وانتي قاعده روح الاستاذ حاضره جدا. يعني دي حاجة بجد بتبسطني لما ببقى يتقال لي انت شبهه، وانت يعني بتفكرينا بيه. ده الموضوع ده بيساعدني. انت مش فاهمه ازاي الله يعني. يسعد قلبك. الله يخليك. انا عايزه اتكلم عن استاذ احمد راتب الاب الفنان، اعماله تشهد له والله، لو عمل دور قد كده تاثيره في وجداننا بيبقى بيشتغل، كان بيشتغل الفن باخلاص، باخلاص المحب صح. واخلاص الواعي اللي عارف ان كل كلمه هيقولها في اي شخصيه هي رساله. بس انا حابه اتعرف عليه وهو معاكم كأب كان ملامحه ايه؟ بصي، هو انا مش هقدر اقول اكتر من ان انا خسرت يعني حاجة بالنسبة لي، يعني أكيد مش هتتعوض. وده بالنسبة لأي بنت لو أبوها فارقها ده بيكون شعورها. بس بالنسبة لنا إحنا يعني بناته الأكتر، هو حبيبي كان دايما حاسس إن هو مقصر في حقنا بسبب شغله. بس بالعكس، هو من حبيبي يا أستاذ، الله يرحمه الله ويحسن يرحمه إليه، يا حبيبي. هو بالعكس هو عمل بيننا وبينه بوند أو علاقة أو ذكريات نعيش عليها. هو ما حسش إنه عمل ده، واحنا نفسنا ما حسيناش بيه غير بعد يعني رحيله. احنا زي ما حضرتك قلت، احنا 3 بنات وماما ربنا يديها يا الصحه. رب. احنا كنا مترابطين جدا، وهو كان يعني معظم الوقت في الشغل، بس عشان احنا بنات يعني الاكتر بنبقى الاقرب للام يعني. بس هو عمل بينا علاقه او بنى بينا وبينه يعني رابطه كده لغايه ما ربنا يفتكرنا احنا هنفضل. هو بالنسبة لنا أهم حاجة في الدنيا يعني. حبيبتي حبيبتي، بس هو ما كانش بيتكلم كتير، ما كانش يعني أوف شغله. الله، اهو إحنا لبنى التوينز أهم ولبنى، التوأم، لميس لميس ولميا. ولميا. هو بره الشغل ما كانش بيتكلم كتير. كان بيحب يسمعنا، يحب يعرف مشاكلنا، يحب يعرف يشوفنا بنتخانق، يشوفنا بنرغي، يشوفنا بنتناقش. كان ليه مكان معين كده في البيت بيحب يقعد فيه، مكان مخصص، ده كرسي. الكرسي ده الكرسي كان بتاعه بالظبط، حتى يعني قبل وفاته بشهور كان بينام عليه كمان، او حبيبي. يعني يدخل الاوضه لا نفس ويتعب من السرير فيطلع يقعد على ينام على الكرسي ده. فطبعا يعني الكرسي ده كان بالنسبه لنا بقى بعد الوفاه ده حاجه ده يعني كنز بقى. مقدسه، يعني اللي هو انت ريحتك فيه وسندت ايدك باينه عليه يعني. فاحنا ارتباطنا بيه تفاصيل اكتر.